شاء الله بإذن الله. يعني أنا بدعو ربنا بالتوفيق، ونادي الأهلي طبعا إن شاء الله إن شاء الله زي ما غلب 3-1 يغلب هناك برضو 3-1 2-1 زي بعضه، علشان نبقى ضامنين طبعا ان احنا خلاص اتأهلنا. وبعدين الاهلي مش بعيد عليه اساسا ان هو ياخد البطولة، هو واخد 8 بطولات الحمد لله، وده هيبقى التكملة بتاعت المسيرة بتاعته. وللأسف السنة اللي فاتت احنا خسرنا في النهائي، يعني حاجة احزنتنا جدا، وكنا احنا اولى ان احنا ناخد طبعا 9 السنة اللي فاتت والعشر سنة، بس ان شاء الله ربنا هيوفقنا بإذن الله ويوفق النادي الأهلي، طالما في ظل مجلس إدارة محترم بقيادة الكابتن الخطيب، يعني الراجل صديق وعزيز جدا علينا، ومجلس إدارة كله ناس محترمين، وان شاء الله بالتوفيق بإذن الله. يعني ماتش صعب، محتاج يحافظ على 3-1، وبالتوفيق ان شاء الله ويرجعوا بالكاس ان شاء الله. والله هي صعبة، مباراة صعبة، بس متفائلين ان شاء الله. ان شاء الله مش هتتهز باذن الله، وكلنا هنبقى شعب واحد وكلنا كويسين ان شاء الله. 9 التسعة والعشرة والعشرين وكل وقت ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يوفقه ويفوز باذن الله. هو المباراه صعبه، بس ان شاء الله احنا عندنا رجاله ان شاء الله باذن الله. والله لو جبنا 1-0 يبقى كويس، او تعادلنا يبقى كويس، تعادلنا 0-0 كويس، 1-0 كويس، يعني ربنا يسهل كده وايه ونعدي ال 90 دقيقه دول على خير باذن الله. مفيش حد زي الاهلي ابدا، الاهلي ده احلى حاجه في الدنيا، اجمل حاجه في الدنيا الاهلي، وان شاء الله منصورين باذن الله وربنا هينصرهم. كانت كويسه على قد المستوى اللي هم كانوا فيه، كانوا مجهدين اكيد، بس والامل في اللي جاي ان شاء الله، وهيبقى فيه فوز اكيد، لان الاهلي ما عرفناش يعني يخسر قبل كده. يعني ممكن يحصل شويه مشاكل من جانبهم، بس احنا ان شاء الله توقعاتي ان اقل حاجه نجيب 2-0 او 2-1. ان شاء الله الاهلي هيكسب ونرجع بالتسعه باذن الله، وفي ثقه كامله بكل اللعيبه والجهاز الفني، الناس عملت اللي عليها في الماتش اللي فات، وباذن الله باذن الله التسعه للاهلي باذن الله.